مشاهدي الكرام متتبعين جريدة نشل، الآن معنا مدرب نادي السويح للرياضات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسم كريم؟ بدر سويح، مدرب نادي السويح للرياضات فرع التايكواندو. شكون هو بدر سويح؟ بدر سويح مدرب كأي ممارس بطبيعة الحال سابقا، عندي مشاركات جهوية ووطنية وثلاث مشاركات دولية. بدر السويح يعني كما كنشوفوا انك هاد النادي متألق يعني داخل الوطن وخارج الوطن، يعني انتم كنادي شنو من الاهداف ديالكم؟ الاهداف ديالنا هو تأطير الشباب، مشاركات بطبيعة الحال على الصعيد الوطني والدولي، والتميز كأي نادي. بالنسبة للرياضات اللي عندكم، شنو نوع الرياضات اللي عندكم بالنادي؟ كاين كمال الأجسام، الأيروبيك، التايكواندو، والثقافة البدنية. السويح يعني شحال من مدة أو شحال من سنة وانت في هذا الميدان؟ بدأت أنا التدريب يعني التمرن في تقريبا شي 97 في رياضة الفول كونتاك، وحولت سنة 2000 أو 2001 للتايكواندو. السويح كنشوفوا النادي ديالكم يعني نادي من نوادي الناشطين، ماشي بالجهة ولا بالمدينة بل بالمغرب، يعني وكذلك المشاركات ديالكم بخارج أرض الوطن مثل تركيا، السعودية، الإمارات، شنو تقولنا على المشاركات ديالكم خارجية؟ المشاركات ديالنا خارج أرض الوطن دائما هذه المشاركات على حساب أولياء الأمور، صحوا هاي المعلومة، أولياء الأمور هما اللي خلصوا على الأبناء ديالهم، ما كاين دعم ما كاين والو، حنا نشاركوا بمجهوداتنا الذاتية. يعني انتم كنادي سويح للرياضات يعني واش كاين شي دعم كتلقوه من العصبة أو من الجميع؟ لا، ما عندنا أي دعم حنا كجمعية. يعني انتم كجمعية بالنسبة للمشاركات يعني داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن كتكون يعني أولياء المشاركين هم اللي كيتكلفوا بها؟ أولياء الأمور هم اللي متكلفين بالمشاركات على برا. سويح اللي قلنا لكم، شنو المشاكل اللي كتعانوا منها بالضبط انتم كنادي بمدينة العيون نادي السويح؟ المشاكل بطبيعة الحال الرياضة لا تخلو من مشاكل، كانت عندنا مشاكل قبل تقريبا اختلافات مع العصبة، وكنا قادين هذيك الأمور ما هي مرة ما هي ثنتين لا إلى ثلاث مرات قاع تقريبا، لكن هذه المرة الأخيرة تفاجئنا بنوع إقصاء أو نوع من الإقصاء في إقصائيات البطولة الوطنية للشبان والشابات اللي كانت مقامة في القاعة المغطاة الحزام. يعني أنت كنادي لقيت راسك مقصي من المشاركة في البطولة، يعني وسبب الإقصاء واش أنك ما توصلتيش يعني المشاركة، ولا شنو سبب الضبط اللي خلى أنك لقيت راسك مقصي ما بين النوادي اللي مشاركة في؟ جبنا الأبطال كأي نادي، جبنا المشاركين العملية ديال الوزن، وكان الرد ديال رئيس لجنة التحكيم أنه لم يتوصل باللائحة، وحنا بعثنا عبر الإيميل الرسمي للعصبة جهة العيون الساقية الحمراء للتايكواندو، والواتساب الرسمي اللي كاين في الصفحة ديال الفيسبوك، وكذلك الجيميل الرسمي اللي دائما نتعاملوا به في أي بطولة. يعني وتلقيت راسك انك مقصي انت والابطال ديالك. السويح الا سولتك شنو هما الميداليات اللي يعني في الخزينه ديالكم او الكؤوس اللي في الخزينه ديالكم انكم اللي تحصلت عليهم نادي السويح داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن؟ ما يمكن لي بطبيعة الحال نستحضر جميع الميداليات، ولكن ممكن لكم منين تسالوا الا بغيتوا تصوروا الميداليات ولا تصوروا شي من الكؤوس كاين هنا، عن الميداليات عند الأبطال وشي فوق 30 ميدالية، ولكن قد نختصر لك نعطيك مثال. أما الميداليات من طبيعة الحال ياسرين، أول نادي يجيب ميدالية ذهبية في البطولة المدرسية البومسي، أول ميدالية، أول نادي يجيب ميدالية أعتقد نحاسية في البطولة الوطنية ديال البومسي صغيرات، زوجي فتيان، مجموعة من الإنجازات احنا عندنا فيها السبق، أول نادي يمرق
الابطال برا على الصعيد الدولي، مجموعه من 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 الاحداث الرياضيه اللي عندنا فيها السبق. نسولك شنو هما الاكراهات اللي كتواجهوا نتوما كنادي يعني نشيط؟ كإكراهات، اكبر اكراه على هذا الاقصاء بالضبط ديال البطوله الوطنيه، الاقصاء البطوله الوطنيه ديال الشبان، بحيث يعني ما تلقينا يعني اجابه واضحه، يعني ما قال لك رئيس لجنه التحكيم ما توصلنا باللائحه، فرضا ما توصلت باللائحه، انسان يسر وانسان ما دام الابطال حاضرين الاوراق ديالهم مريقلين عندهم التامين ديالهم كل شيء مسائلهم ناضيه، على الاقل خطيهم في الميزان ويلعبوا. ولكن هو هذا اقصاء ممنهج، وحتى من بعد ما تخطى يوم يومين ثلاثه لو كان كاين شي خطا او كاين شي لوبس والله شيء، ما كاين اعتذار لهو الابطال، ما كاين يعني اقصاء واضح، لانه اتضح لنا انه اقصاء. ذاك علاه حاولنا نتواصلوا مع الصحافه باش نوضحوا هذا الشيء اللي طرانا. ومن ناحيه هذا المشكل اللي طرا، رجعنا احنا الامور القانونيه نجيو نشوفوها، لقينا حتى هذا المكتب المسير منتهيه ولايته تقريبا لشي عاد لشي عامين. اذا هذا هون اللي يسير هاي العصبه وبغى يطبق قانون، ولو انه ما هو قانون انك تقصي الناس، على الاقل يشوفوا غير هذا المكتب المسير بعد اللي هما قاعد يتحركوا به، لانه هو وافي الولايه ديالو عاد له عامين تقريبا. ونطلبوا من الجهات المسؤوله على انها تدخل وتشوف لنا هذا المشكل، انه مشكل عويص انسان يستعمل واحد بصفه رئيس انت منتهي الولايه ديالك، وتوقف ابناء الابطال ولاد عباد الله انسان يقد يسر معاهم يشبه له. من ناحيه الخلافات، اذا كانت كاينه شي خلافات شخصيه مع عبد ربي، الابطال يبقاو بعيد، المشاركين يبقاو بعيد، النادي يبقاو بعيد. ولكن في الحقيقه لانه كل منتقد هذا هو المصير ديالو، اقصاء الابطال ديالو، يقبضوا من اليد اللي توجعوا، واضحه هذه. كاينه وقائع قطرت لنا، نقول لك كاين رئيس جمعيه او مدرب في واحد الحدث رياضي ديال حدث جامعي كان في البلايه، مرفد سيف على مدربين، وهذه واقعه ودخلت فيها الشرطه بالسلاح الوظيفي، وهذه واقعه معروفه. هذا المدرب ولا رئيس جمعيه ما توقف، ما نقصوا له ابطال. اذا بهذا المنطق هذه العصبه تقول لك بذا المنطق اللي كاين، رفد سيف دير اللي بغيت غير ما تكتب في الفيسبوك وما تنتقد. الاخ سويح، صراحه يعني انت واحد مدرب اللي غني عن التعريف، كتعرف كذا المدينه ولا المنطقه ولا الجهه ولا المملكه كامله، يعني نشيط عندك كما كنقولوا ابطال صراحه اللي خاصهم الدعم، يعني ماشي ضروري يكون الدعم مادي ولا الدعم، يعني خاص الدعم معنوي، خاص الناس انها تحفز هاد الابطال اللي بغيناهم ان شاء الله انهم يكونوا ابطال، وعلاش لا انه يمثلوا المملكه المغربيه في بطولات خارج ارض الوطن. سويح لعطيت كلمه توجهها الناس المسؤوله لمدينه العيون على هاد القطاع ديال الرياضه، شنو تقول لهم؟ الناس المسؤولين نقول لهم خاص غير هذه الامور ماتلت تطرن، غير تيسر الامور بحال هذه المشاكل ما نلقاهم. والدعم ما قتصورنا عنه، لانه احنا نشيطين من 2000 دوليا، من 2017 لانه لعبنا البطوله الدوليه للمنطقه الافريقيه 2017 2018 2019، هذو كانوا في بكادير، 2019 الاردن، مشينا للمعسكر الدولي ديال صربيا في 2020 والامارات ثلاث مرات، مشينا للمعسكر الصداقه التركي وديال السعوديه، والحمد لله هذا كامل مشينا بمجهود ذاتي، دعم كاع ما بغيناه، قادين بروسنا، بغينا احنا غير هذه الامور ديال الرياضه تقاد في هذه الجهه، ما نتموا دائما في المشاكل والاختلافات، يقادوا لنا هذه العصبه، تحملوا مسؤوليتهم هذو السلطه المحليه والجهات المسؤوله على الرياضه، كانت الشبيبه والرياضه، وفي الوقت الحالي كاينه الاكاديميه الجهويه للتربيه والتعليم الاولي والرياضه، علاش هذو المتداخلين كاملين يحاولوا يفهموا هذو رؤساء العصب والله المكتب المسير، على ان المكتب المسير راهي مؤسسه ديال الدوله، اللي يعتقد على انها منزل ولا دار ولا ملك له راهو غلط.
خصويح اللي رجعت معاك على المسار ديالك الرياضي والمشاركات داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وقلت لك أعطيني طريفة من الطرائف اللي كان وقعت لك أنت أو أحد الأبطال. طريفة مشاتنا طيارة ما بين مدينة الدمام والمدينة المنورة، رحلة داخلية، وإحنا كنا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كنا سبعة وصافي عطنا. لا غلطنا، كان واحد تغيير في البوابة وما عيطونا في هذاك مكبر الصوت ومشات لنا الرحلة، خلصنا تقريبا فيها شي 7000 درهم تقريبا. الأخ سويح اللي قلت لك شنو هو، يعني ما شاء الله كنشوفوا عديد من الألقاب، عديد من الشواهد، عديد من الميداليات، شنو هو أغنى والأغلى لقب يعني فاز به نادي السويح في نظرك؟ كيبقى دائما المشاركة ديالنا في البطولة الشرق الأوسط الدولية في 2019 تبقى في نظري واحد البطولة اللي حققنا فيها 7 ميداليات ما بين المباراة والبومسي، وكان تألق كبير جدا. الأخ السويح بالنسبة للمشاركات اللي كيكونوا خارج أرض الوطن يعني في البطولات الدولية، يعني واش مستوى ما بين الدول كيكون مستوى متقارب، يعني كتكون إمكانيات بسيطة ولكن يبان لك بأن كاين مستوى كبير ما بين الدول؟ بالنسبة للمستوى ما يعود متباعد بعيد، وإنما كاين فرق ديال الإمكانيات، وأبسط مثال على أنه اللاعب اللي دينا محمد الصبار في المعسكر الدولي اللي كان في صربيا كان من بين الخمسة الأوائل ما بين تقريبا 190 شاب تقريبا، كانوا ما بين كل خمسة الأوائل اللي متميزين. بالنسبة للإكراهات والمشاكل اللي كنتو كتعانوا منهم، واش كاين شي مشاكل اللي كيعانوا منهم حتى الأبطال عندك؟ عندي واحد جوج بطلات اللي مين شفنا كثرت، كانوا في 2020 ما بغاوش يجددوا البطائق ولكن عقبنا فكينا هذاك الإشكال، لكن من بعد كاين بزاف مجموعة من التراكمات ومشاو يلعبوا في واحد كل بحال حتى الانتقال لنادي آخر في طنجة، وتميزوا في طنجة الحمد لله، ومؤخرا جابوا الرتب الأولى باسم ديك الجهة وباسم ذاك النادي، وراهم محسوبين عليه اصلا، ولكن كاين واحد كاين تبعتهم التليفونات على حساب التوقيف ديالهم وعلى حساب مضايقات، كيجوا بعض المضايقات لهذوك لهذاك النادي ولا ذاك الزر اللي فيه طنجة كامل، كاين تليفونات تجي فما على حساب التوقيف هاوك البطلات ولا مضايقات، ولكن هما الحمد لله راهم مستمرين، وهذا العام راهم جايتهم الثنتين، جايت كل واحده عندها ميداليه ذهبيه في اقصائيات ديال طنجه، وان شاء الله اللي يلعبوا النهايه البطوله الوطنيه ان شاء الله، ومن طبيعه الحال اللي ربحوا مبروك عليهم، ولكن راهم لاعبين باسم طنجه، انا ما تلوم محسوبين عليا، وذاك الفيل الخير لانه احنا بغينا لهم الخير، لانه هذه الجهه خاصة تتحرك شويه، خاص مجموعة من الدوريات يعودوا من غير الدوريات الرسمية اللي كاين دائما إقصائيات البطولة الوطنية، خاص ينفتحوا الدوريات بحال الدوري اللي كان ديال ولي العهد اللي كان ينظموا نادي الأكاديمي، هذا كان الدوري استفدنا منه الحقيقة، وخاصه يرجعوا معه دوريات ثانية إن شاء الله باش تطور المستوى التقني للاعبين، لأن بطولة في العام ما يمزي والو. شحال عدد المشاركات يعني كتكون في الموسم بالنسبة للنادي ديالكم؟ عندنا المشاركة كتكون إلا كانت كاينة بطولة ديال الصغار، تكلم على الجهة، إلا كانت كاينة بطولة ديال الصغار، إلا كانت الفتيان وإلا كانوا الشبان، كبار ما كانش مؤخرا، تحت الإقصائيات اللي كتعود على صعيد تقريبا دائما من أكادير ولا قليمي من فوق كنا نشاركوا فيهم، وكنشاركوا في البطولات ديال البومسي خلاص، زايد الدوري إلا كان كاين دوري مفتوح نمشوا له، زايد البطولات الدولية. الأخ سويح يعني وصلتني بعض المعلومات أن كان عندك بطل من أبطال اللي كان يمشي بعيد وهو محمد الصبار، هاد البطل اللي كان شارك في المعسكر، وشنو تقولنا على هاد البطل ابن مدينة العيون محمد الصبار؟ محمد الصبار والله محمد بورحيم بطل تبارك الله ما شاء الله، كانت عنده موهبة كبيرة، وبطل دائما يحرز على ميداليات في فئه الصغار وفئه الفتيان، دائما يسيطر على الوزن اللي هو فيه والشبان، وكان مشى الامارات ولعب في البطوله العربيه والبطوله الدوليه، وهذا بالمناسبه اول ابن المنطقه يشارك في يمكن فئه الفتيان بطوله مصنفه،
اول ابن منطقه يشارك في معسكر دولي لانه كانوا فيه ابطال وكانوا فيه كانوا فيه ابطال حتى اولمبيين فئه الكبار. وكاين مواهب ثانيه بحال محمد سالم حمياده، لمينه السباعي، غالي الغفيري، مجموعه من الابطال، الزقابي زكريا، اسحاق داوود، فاطمه الباردي، مجموعه من الابطال اللي تقول الكلمه ديالهم، نعمه غنامي، كاين مجموعه من الابطال اللي ذكر الاسماء ديالهم. الاخ السويح، بالنسبه لهذا البطل محمد الصبار، يعني في المشاركه ديال المعسكر الدولي اللي كان يعني كيحتضن ابطال من مختلف الدول، شنو التصنيف ديالو في هذا المعسكر؟ كان اختير من ضمن الخمسه الاوائل، من الخمسه الاوائل فئه الشبان، كان تقريبا في هذيك فئه الشبان شي 190 الى 200 تقريبا. كان المعسكر فيه صغار فتيان وشبان وكبار، هو معروف هذاك المعسكر سامر كامب في الصيف في صربيا في مدينه اسمها فرانيش كابانيا، تقريبا تبعد عن بلغراد ب 200 كيلومتر. الاخ سويح، واش كاين شي اشخاص اللي كيحاربوا نادي سويح للرياضات؟ الى عاد كاين حد يحارب نادي سويح للرياضات انا نقول الله يهديه. اولا لانه محارب الابطال الصغار الابرياء، مال هذيك الحسابات الشخصيه الضيقه ما خاصها ترجع للابرياء والاطفال ولا النادي. الاخ سويح، بالنسبه للمعاناه ديال النقل والتنقل من مدينه العيون الى خارج ارض الوطن، شنو المعاناه اللي كتواجهوها نتوما؟ التنقل دائما على حسابنا، دائما هذوك الرحلات الدوليه على حسابنا التنقل. يعني ما كاينش لا مجالس اقليميه لا جهه من الجهات انها كتساعدكم ولو بالقليل من اجل المشاركه، وانتم ما كتمثلوش مدينه بل كتمثلوا المملكه المغربيه خارج ارض الوطن، يعني غياب الدعم سي سويح. غياب الدعم للرحلات الخارجيه تقريبا، ممكن رحله دائر ثلاث جوج رحلات داخليه تقريبا لعيون كازا ولا ثلاثه تقريبا اللي قط دعمنا بهم المجلس الاقليمي. اما هادشي للرحلات ديال برا حنا دائما متكلفين به، حتى رحلات ديال الداخل يعني نقول لك ثلاثه ديال البيه تقريبا ولا اربعه ما تتمتذكر. شحال ديال المشاركات تقريبا اللي تنقلتوا بهم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن؟ داخل ارض الوطن ما يمكن لي نحسب لك لانه ما شاء الله دائما، وخارج ارض الوطن كاينه الرحله ديال كاينه كازا عمان، كاينه كازا اسطنبول، كاينه كازا الدم، كاينه كازا بلغراد تركيا بلغراد كاين فيها ترانزيت، كاين كازا جده، كاين كازا دبي ثلاث مرات، هذه كاينه كازا الشارقه عبر ترانزيت عبر تركيا. سويح، واش يقدر يوم من الايام نشوفوا بطل اللي خرج من هذا النادي، نادي السويح للرياضات من مدينه العيون، انه يمثل المملكه المغربيه كلاعب للمنتخب الوطني؟ في ظل هذه المشاكل انا نظن انه كاين اشكال، ما الى ما الى ما الى ما تقادت هاي الامور ما عمر شي لاعب لي يمشي بعيد، لانه لي ينتموا دائما في هذا هاي المشاكل. ولكن الى تقادت الوضعيه وعادوا البطولات كاينين بطبيعه الحال ممكن. السويح، الى سولتك بالنسبه للمشاركات خارج ارض الوطن لا في تركيا ولا في عمان ولا في السعوديه، واش كاينين عندك ابطال اللي كما كنقولوا انهم لقوا اعجاب من المشاركين يعني خصوصا الدول الاخرى؟ كان واحد معسكر الصداقه ديال تركيا في النادي في اسطنبول، وكان ذاك المدرب عجبو يحيى البود، خليل هرموش وانجي، هادو ابطال كاملين تبارك الله ما شاء الله في مرحله ديال الصغار اقل من 11 سنه، وتبارك الله ان عجبوه ما شاء الله على حسب المستوى ديالهم. كنوجه الشكر للاباء اللي واضعين فينا الثقه وجايبين الابناء ديالهم للنادي ندربوهم ويسافروا معنا داخل الوطن وخارج ارض الوطن. وصعب انه الانسان
يعني هذيك راهو في فريدة الكبد يعني. شاهد الكرام متابعين جريدة نشا الآن كما شتو كان معنا مدرب لنادي السويح للرياضات. صراحة كما شتو معنا هاد النادي النشيط، هاد النادي اللي مثل ماشي مدينة العيون أو الجهة، بل مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن، يعني في معسكرات دولية، يعني في بطولات عربية يعني. وكنتمناو الناس مسؤولو، كنتمناو من الجهات أو المجالس أنها تدعم هاد الأبطال. بغينا حتى حنا نشوفوا أبطال خارجين من مدينتنا، بغينا نشوفوا أبطال خارجين من الجنوب، من الأقاليم الجنوبية، أنهم يمثلوا الراية المغربية خارج أرض الوطن. وشكرا.